في آخر المطاف نقول لكم بلي القناة كاين فريق، كاين فريق عمل شغل كبير 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 باش تبقى القناة على الانترنت عمو يزيد بوانت تي في. إذا تقدروا تشاهدوا القناة على هذا الرابط عمو يزيد بوانت تي في. وكذلك كاين فريق آخر اللي دار عمل جبار 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 أنه أبقى على القناة على الإي بي تي في. اللي عنده إي بي تي في يقدر يشوف القناة في الإي بي تي في، شيء مهم مهم جدا. وعلى بالي باللي بزاف الناس كاين اللي ما عندوش الإي بي تي في، كاين اللي ما عندوش الانترنت، كاين اللي ما عندوش، احنا كاع الناس كيف كيف، احنا كاع الناس كيف كيف، ورحنا عملوا قصارى جهدنا باش تعاود ترجع القناة على الساتيليت ولا مشروع آخر ولا. احنا على كل حال ما راحش نسمحوا فيكم لأنكم انتم ما سمحتوش فينا. النهار اللي عمو يزيد أظهر متأثر بتوقف القناة لأنه توقف المشروع، يعني عنصر من المشروع توقف، لذا تأثرت وتأثرت كذلك بالرسائل اللي لحقتنا، وعمري ما طلبت الدعم على المباشر لأنه ربي سبحانه هو العاطي. إذا أحبائي إن شاء الله نعود نطلع عليكم تكونوا بخير، تكونوا بخير. عمو يزيد يحبكم بزاف، عمو يزيد قادر يفني حياته عليكم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.